آمين وياك. ولكن أن هذا الأسبوع وبمناسبة طبعا نبارك للطلاب والطالبات بمختلف الفئات العمرية وجميع يعني التعليم النجاح وهذه الإجازة. لذلك قررنا أننا واللي رسبوا إن شاء الله أنهم بيعوضون باقي فصل دراسي ثالث. اللي اليوم قررنا أن أحد الصناديق ما فيها ترحيل للبرايم. أشوفكم ما أنتم مبسوطين، نرجع الترحيل. اليوم ما في ترحيل البرايم، بس إنه في نقاط عالية.